حالنا حل أن يعوضوا لنا مهما أن كنا ساكنين وكنا خدامين بثمن بخس مدة من 8 سنوات من اللي دخلت تعيننا وحنا كناخذوا 400 درهم للشهر ومن بعد 8 سنوات عاد ترسمنا ولينا كناخذوا 1000 درهم شوية عطانونا 1500 درهم شوية لحقنا 2000 درهم خرجنا بالتقاعد ب 2000 درهم وشي حاجة خدمت 7000 ريال في الشهر انا دابا اش كنطلبوا باش يعوضونا هاد الناس وشوفوا فينا لان حنا الاوان حاله خاصه بينا حنا حاله خاصه يا اخي ما يمكنش واش واحد يعني مثلا الموظف كيتو شي 10000 درهم او 15000 درهم اي من حقه يمشي يكري ولا يمشي عنده باش يدير ولكن عون عنده 2000 درهم 2000 درهم في الشهر وكيفاش يمكن ليه واش يمشي ينتحر هذا الانسان وانتم اش كتقلبوا هذا السلطان كنعرف انا واش كاين شي حل لهذا الشيء واش انا مده من 43 سنه وانا في هذاك السكن و43 سنه يا اخوان راه ما يمكن شيء كيفاش غادي يمكن نطلب على هذا السكن وما عنديش يعني اذا كان الحكم الشيء الحل ديالنا غادي نخلي لهم هذوك الاولاد تما ويديروا فيهم هما ما بغاو يلوحوهم يمشيو يديهم للبحار ولا يديهم للخيريه ولا انا غادي نخرج انا نخليهم هما ونخرج انا في حالاتي نقول لهم تحملوا مسؤوليتكم لا لا ماشي اش غادي ندير اش غادي ندير ما عندي ما ندير الحل عند الله سبحانه وتعالى اش من ندير انا هذا الشيء اللي كنت كنطلب منه من هاد الناس باش يشوفوا من حالنا ويشوفوا الامور ديالنا لان رحنا مضرورين حنا هما الاعوان بالاخص الاعوان راهم عارفين الاعوان عارفين الدوله عارفه الاعوان بان عندهم كانوا خدامين ثمن بخس عيان بالمره ما يمكنش اي انسان راه هما كيعرفوا كل شيء وكنطلبوا منهم باش يشوفوا من الحال ديالنا ويديروا لنا حل هذا هو اللي كاين يحضروا المنابر الاعلاميه كنشكروا جلسه الشرطه إذا كان هناك بعض فعالية في المجتمع المدني. هذا الملف هذا بغينا ننور الصحافة فيه لأنه أغلب الإخوان باقي ما عارفينش الموضوع ديالو. ولكن جات المناسبة باش غادي نوصلوه وغادي نقضوا تعسفات والاستهتار اللي كيروش بالدولة.